قامت السلطات التركية بإجبار طائرة باكستانية قيل أنها أقلعت من مطار بشكيك الدولي بقرغيزيا ومتجهة إلى العاصمة السورية دمشق على الهبوط من مطار أسنبوغ في العاصمة أنقرة. وذكرت مصادر عسكرية تركية أن الطائرة المحولة من طائرة ركاب إلى طائرة شحن طلب منها على مدار ساعة كاملة الهبوط في مطار أسنبوغ لتفتيشها. وأضافت المصادر أنه جرى تفتيشها واتضح أنها تحمل على متنها مساعدات إنسانية قادمة من الصين.